لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. اتكلمنا عن النجم النهارده الفنان كبير زي محمد اسماعيل، وفي برضه فقره لذوي الهمم الخاصه برضه اتكلمنا قلت نشوف ده اتجاه الدوله، يعني موضوع ذوي الهمم الخاصه ده اتجاه دوله، واحنا شفنا في اكتر من مؤتمر شباب وشفنا اهتمامات السيد رئيس الجمهوريه بذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم الخاصة، وشفناهم في داخل محاضرات القوات المسلحة، وشفنا ان دول جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري ونسيجه. فلما يكون في فرصة ان انت تقدم هؤلاء، وانت زي ما حضرتك اتفرجت وشفت هم عملوا نص بسيط خالص، كلهم اللي بيغير الديكور واللي بيلعب الإضاءة واللي بيعمل كلهم من ذوي الهمم الخاصة، كلهم من الصم والبكم، وقدروا ان هم يوصلوا لنا الحالة اللي خلتنا جميعا نشعر يعني بالتعاطف الشديد معاهم وبالحب الشديد ليهم، وبال يعني يقولوا الدمع فرت من عينينا. يعني ده فيما يخص هؤلاء، وده دوري في كقيادي داخل هيئة أصول الثقافة. بالنسبة للنجم الكبير محيي إسماعيل، هو أحد كبار النجوم السينما المصرية، هو أحد القامات الهامة، واللي دائما أينما وجد هناك حالة من حالات البهجة، حالة من حالات الحب واللي يقولوا عليه الانتر اكشن ما بينه وما بين الجمهور. وهو أحد أبطال فيلم الكنز 2 لمخرج كبير شريف عرفة مع حفظ الألقاب طبعا، وهو ضمن الجدول بتاع خطة رمضان في قصر السينما اللي احنا كنا وضعينها. ونظرا لعلاقة يعني صداقة وعلاقة قريبة جدا بيني وبينه، حينما عرضت عليه ان هو يشرفنا في ثالث يوم رمضان، كان الإجابة بنعم، وإن كان عنده بعض المخاوف إنه ما يكونش فيه جمهور، ولكن أنا قلت له إن قصر السينما يتميز إنه له جمهور خاص جاله من أول يوم، وجي يشوف عروضه من أول يوم، والدراسات موجودة والمعرض موجود، ومعرض الفنون التشكيلية اللي عامله مصور الفوتوغرافيا الكبير كمان عبد العزيز موجود. ففي حالة من حالات الثقافة والنشاط الثقافي والفني داخل أروقة هذا القصر اكتملت بوجود نجم كبير زي محيي اسماعيل. وان شاء الله اوعدكم خلال الشهر الكريم، يعني احنا النهارده 3 رمضان هنشوف اكتر من نجم برضو يجي ونعمل معاهم ندوات زي ما حضرتك شفت كده. انا مش عامل ندوه ثقافيه وجديه، واحنا عاملين حاجه رمضانيه لجمهورنا وروادنا اللي من حقهم كمان يشوفوا هؤلاء النجوم ويشوفوا أعمالهم ويشوفوا الأفلام اللي موجودة جوه هذا الجدول الرمضاني، ويشوفوا الحاجات التانية. هتشوف تنورة، هتشوف لو جيت بدري على فكرة هتلاقي أراجوز، وهتلاقي فقرات للأيتام بيجوا يفطروا عندنا هنا يوميا. في نشاط موجود جوه المكان، ونحب ان كلاكيت زي ما دايما بتبقى معانا تشرفنا وتبقى موجوده كمان من قبل الفطار. هتشوف نشاط هايل جدا جوه المكان. والله انا كنت قد تعرضت لمحاوله انا مش قادر افهمها لغايه دلوقتي، ولكن احتوتها معالي وزير الثقافه لانها ست متفهمه ومستنيره جدا، وتثق في الرجال اللي بيعملوا معها، وبتحل دائما جميع المشاكل وجميع العقبات. كانت هذه المشكله تتعلق بجدول النشاط الفني بتاعي، ان هبعته الرقابه، كل واحد فيهم هبعته الرقابه، والرقابه توافق عليه او ما توافقش عليه، نظرا لان الرقابه عايزه ترقب اسماعيل ياسين في الجيش مثلا، او ترقب فيلم الكنز 2 لسه مرقب، او شيء انا ما فهمتوش وحتى هذه اللحظه انا ما استوعبتوش، وحصل مشاده بيني وبين رئيس الرقابه. لان اولا انا لا اتبعه، ده نمره واحد. نمره اتنين انا مع
يعني مش انا اللي حد هيقول لي الدوله بتقول ومش الدوله بتقول، يعني ما ينفعش. في ناس كده خلقت كي تكون مع الدوله، فما اعتقدش ان حد هيقدر يزايد عليا يعني في حبي للدوله وطريقه شغلي اللي بقالها 20 سنه انا موظف عام، فما حصلش مني خطا، واعلم تماما التوجهات. زي ما قلت للمعاليك كده، انا شايف معالي رئيس الجمهوريه بيهتم بذوي الهمم، يبقى احنا كمان لابد ان احنا نهتوي بذوي الهمم، فيبقى فيه على في القطاع بتاعي اعمل مسرحيه، اعمل فيلم بيهم، اعمل فيلم عنهم، ده في قطاعي انا. كل واحد عارف وقدرة بطبيعه شغله، ولكن ما تجيش تقول لي رقب فيلم كذا. يعني انا شايف ان دي عمليه، يعني هرقب الممر مثلا، يعني رئيس الرقابة عايز أرقب له الممر، أبعت له الممر وهو يشوف هرقبه ولا مرقبوش، أو الخلية. أنا أعلم من زمان إيه يعرض وإيه ما يعرضش، عفوا كل منا له تاريخ، يعني كل منا له مهارات، أحترم مهاراتك وعليك أن تحترم مهاراتي، خاصة لو المسألة وصلت لصوت مرتفع ويعني ما ما هو لما يبقى في نشاط ملحوظ فانت تيجي توقفه يبقى لازم في علامة استفهام، وانت عارف انا ما بخافش وبقول يعني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن هنخش بقى في اطار ارقب الارهاب والكباب وذهب مع الريح نمره غلط، وايه بقى ابعت فما اوافق، يعني قبل ما الثقيل ابعت فما ما يوافقوش يستنوا خد دورك لا نمره غلط خالص. والواحد بيعمل ده بحب، وفي اي لحظه الدوله المصريه هتحتاجني لو عايزين اروح احارب هروح احارب، وانا مع القياده السياسيه قلبا وقالبا، انا مع جيش بلدي ومع شرطه بلدي، ومش مستني حد يجي يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، خاصة لو هو خارج قطاعي خالص. انا اتبع قطاع اسمه هيئة اصول الثقافة، له رئيس اسمه احمد عواض. انا احمد عواض نتفاهم مع بعض داخل اروقة هيئة اصول الثقافة، لكن مش كل واحد في منصب هيجي يكلمني وهو خاصة انه ملوش علاقة بيا. يعني لو كل الناس هتضرب مين اللي هيتضرب؟